طبعا من المعروف ان لجنه الحريات الدينيه الامريكيه تستطيع ان تؤثر على الخارجيه الامريكيه كما تستطيع ان تؤثر على الاداره الامريكيه لما لديها من قوه ونفوذ وبحث فيما يتعلق بتحديد وتقييم الدول التي تنتهك حقوق الانسان وتنتهك الحريات الدينيه. وسبق ان قدمت لائحة بأكثر من 13 دولة انتهكت الحريات الدينية في العالم، ونعرف تماما أن أمريكا تستطيع بشكل أو بآخر التأثير على هذه الدول فيما يتعلق بتنفيذ مصالح سياسية واقتصادية ومصالح لها علاقة بإعادة إنتاج أمريكا كإمبراطور دائم في العالم. أعتقد أن ما رشح عن البرنامج الذي قدمته لجنة الحريات الدينية في أمريكا، أعتقد أنه برنامج كامل يحاول بشكل أو بآخر التأثير على الخارجية الأمريكية بما يخدم مصالح شعوب شمال وشرق سوريا، خاصة بعد الانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها الجيش التركي وميليشياته وفصائله التي تعمل في حذاء جيشه، وأيضا فيما يتعلق بانتقائية مجلس الأمن في فتح المعابر بعد صدور القرار 2585 القاضي بفتح معبر باب الهوى، والاقتصار على ذلك محاصرا هذا القرار الدولي محاصرا مناطق شمال وشرق سوريا والتي تحوي قرابة 5 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وصحية عاجلة. أعتقد ما قدمته لجنة العلاقات الدينية الحريات الدينية الأمريكية إلى وزارة الخارجية الأمريكية قد يفتح باب الأمل لهذه المناطق، لمناطق شمال وشرق سوريا، ليس فقط فيما يتعلق بمكافحة داعش التنظيم الإرهابي الأول الذي يقيد الحريات الدينية، ولكن أيضا في فتح ملاذات أخرى إنسانية وصحية في مناطق شمال وشرق سوريا وعفرين. نعم، التقرير تطرق أيضا إلى الاحتلال التركي وضرورة انسحابه وإيقاف عمليات التطهير العرقي في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة التابعة له. كم نتوقع استجابة حقيقية من الإدارة الأمريكية الجديدة لهذا المطلب؟ سبق في الفترة الماضية أن استطاعت أن تؤثر لجنة الحريات الدينية على القرار الأمريكي في فترة حكم أوباما، استطاعت أن تدخل قرارات عاجلة على آليات حكمه وعلى خطاباته وأيضا على تأثيره على البلدان. أعتقد أن لجنة الحريات الدينية تستطيع أن تؤثر في القرار الأمريكي، لكن إلى أين لنتفق أن القرارات الإدارة الأمريكية دائما ترتهن لمسائل كثيرة لا تتوقف على الإطلاق فيما يتعلق بجانب واحد، تحديدا منها بما يطلب منها من منظمات ولجان مستقلة تعمل في الشأن الدولي وهي ذات طابع أمريكي. نعم سيد طالب، سؤال أخير فيما يتعلق بالقرار الأممي 2254، أيضا دعت اللجنة ليكون للإدارة الذاتية دور أساسي في عملية الانتقال السياسي في سوريا، هل سنشهد موقف أمريكي متضامن في هذا السياق؟ أخشى أن الإدارة الأمريكية تفكر بشكل آخر فيما يتعلق بتطبيق القرار 2254، أعتقد أنها تولي الأمر لجير بيدرسون وتولي الأمر إلى منتجات أستانا. ما أخشاه تماما أن الإدارة الأمريكية حتى اليوم لا تفكر بتطبيق القرار 2254 بحذافيره فيما يتعلق بتحقيق مصالح الشعب السوري، بداية من تشكيل آلية حكم انتقالية وصولا إلى كل ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. هناك رغبة حقيقية ومصلحة حقيقية لسوريا عموما ولمناطق شمال وشرق سوريا بأن تكون الإدارة الذاتية تفصيل رئيسي في كل ما يحيط بتطبيق القرار 2254. هناك مصلحة رئيسية، وأعتقد هناك خطوة إيجابية للجنة الحريات الدينية في طرح هذه المسألة. نعم، من روتردام ممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا السيد طالب إبراهيم، أشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح.